خمسين تضحية اجتماعية وفي غمرة الاحتفال بذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة وعيد المجيد وبدعم للتعاون الوطني والسلطات المحلية والجهوية ومحسني مدينة زايو نظمت إجرائية شهرية إسلامية حفلة إعذار لفائدة أبناء الفقراء ونشكر الإخوان الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية وعلى رأسهم السيد باشا مدينة زايو والسيد عميد الأمن والمحسنين الذين حضروا كذلك. السيد الطبيب المركزي وطاقمه الذين أنجحوا هذه العملية نشكرهم جزيل الشكر ونتمنى إن شاء الله المزيد من هذه العمليات الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير أخي المدني أحمد نائب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لزايو. مبادرة عملية الختان بالمجان كما ترى هؤلاء الحاضرون يستفيدون بعملية الختان وكذلك عملية توزيع المعونة على كل فرد من الأسرة. هذا يدخل في التضامن الاجتماعي والأهداف الجمعية الخيرية وكما ترى كان المتساهمين من المحسنين والمشاركة مع مندوبية التعاون الوطني والجمارك المحلية من مدينة بني نصر. كما ترى كل متجند الآن في عملية الختان من رجال الأمن والسلطات المحلية والأعضاء الحاضرون هنا يدل على إشارة تضامن الكل مع العمل الجمعوي ونشكر الجميع للحضور. عبد الله من مؤسسي الجمعية ورئيسها السابق وبما أن القانون الأساسي للجمعية ينص على أن الرئاسة لها ولايتين وبإلحاح من وتطبيقا للقانون الأساسي تنازل السيد عبد الضوي على الرئاسة رغم إلحاحنا على أنه يكون في مقدمة هذه الجمعية الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا جد سعيد بهذه المبادرة التي استفاد منها أبناء الفقراء مدينة زايو وأنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذه العملية الخيرية وأخص بالشكر والتنويه طاقم أبي المحلي برئاسة الدكتور الجمهوري وإخواننا العاملون معه السي أحمد والسي أحمد الشداد والسي الكوي طبعا هؤلاء كلهم لهم جزيل الشكر ونتمنى أن يتقبل من الله هذا العمل الخيري الذي نتمنى أن يتكرر لدعم الطبقة المعوزة في مدينة زايو.